مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه وسلام. نحييكم من عاصمه ميادين سباقات الهجنه العربيه الاصيله، نحييكم من ميدان الوثبه، نحييكم من جائزه زايد الكبرى في سابع ايام انطلاقات هذا اليوم الخاص ايضا بسن الحول والزمول بانطلاقة مسافة 8 كيلومترات، حيث ننطلق في هذا الصباح الجميل وفي هذا الانطلاق المميز الأول من شهر ديسمبر لعام 2021 للميلاد، بانطلاقة 10 أشواط في فترتنا الصباحية التي توزعت ما بين الحولي والزمول المحليات والمهجنات الأصايل. مسافتنا المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 8 كيلومترات. على بركة الله وتوفيق مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام عشاق الأصايل محبي هذه الرياضة، أعلنت أول انطلاقاتنا لهذا اليوم، أول اندفاعات تذلل المحليات الأصايل مباشرة إلى الصدارة ومع طاعة الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، من يقدم لنا طاعة في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من أريام خليفة بن علي النعيمي نقلة مباشرة إلى المركز الثالث، الوصول والدخول من راي مهير بن علي بن دري المنصوري بشعار مسلم بن دري، يتقدم ايضا احد خبراء هذه الرياضة، احد من سجل معنا رمز في سن الصغار يتواجد اليوم بالمشاركة مع سن الكبار، نقلة مباشرة الى طيف مبارك بن راشد بن الغميسة الشامسي غير وخذ المركز الثالث. نقلتنا الى المركز الخامس لاجد هنا ايضا ترحيب سعيد بن يابر بن عبد الله، من يقدم ترحيب على المركز الخامس. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز السادس لاجد هنا سادس المراكز هذه خيرة، مطر بن سعيد بن حضير من الكتبي يقدم لنا خيرة، بينما الدخول والوصول من منصورة حمد بن غانب سلطان الهديفي الكواري وصلت دانات، ليتقدم شعار الشبل سالم بن احمد بن دري الفلاحي ويقدم لنا دانات، شعار مبشرة والعين والعديد من الاسماء، احد الشعارات العملاقة وشعار سالم بن دري، هذا الاسم التاريخي الذي ايضا يشارك بهذا اليوم، هذا الاسم الذي تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. مرحبا يا ابو حمد بهذه المشاركة الرائعة في هذا الصباح الجميل، كما نتمنى التوفيق لكل المشاركين في جائزة زايد الكبرى التي وضعت لها 50 رمزا ولأول مرة في تاريخ سباقات الهجن العربية الأصيلة، بينما الوصول والدخول الآخر هناك من خلال الديبة سالم بن حمد بن علي المالكي، من يقدم الديبة في هذه الانطلاقة القوية وفي هذا التحدي المثير. هناك الأسماء القوية أراها بالعين المجردة قادمة خلف 10 المراكز الأولى،
لعلها الأبرز والأقوى في منافسات هذا الصباح. بن صغان عبيد بن عتيق بن زيتون للمهيري يقدم لنا بن صغان، وهناك الشعار أيضا سلطان بن محمد بسالومي ليقدم لنا سمحة في انطلاقة هذا الصباح وهذا التحدي المثير. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط وصدارة هذا الشوط. التحديات الكبيرة في أيضا عاصمة الميادين، أريام خذت المركز الأول، يتقدم هناك خليفة بن علي بن راشد النعيمي، بينما طاعة في المركز الثاني الدكتور راشد بن حمد بن سفنة العفاري، واحدة من الأسماء من إنتاج المختبر أيضا يقدمها الدكتور سفير الأصايل ليقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير للغاية. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، بينما الوصول على المركز الثالث والدخول القوي في تحديات هذا الصباح يصل بهذه اللحظات مبارك بن راشد بالغميس الشامسي يقدم لنا طيف، طيف في انطلاقته الجميلة، تراحيب وصلت، تراحيب يقدمها سعيد بن يابر بن عبد الله، يتقدم من خلال تواجد هذا الشعار الذي سجل الإنجازات القوية والدخول من راي. يتقدم هناك مهير بن علي بن دري المنصوري، ولكن أبو حمد يقدم لنا ضبعة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم من خلال هذه المنافسة القوية. مالك المسك في يوم الأمس مع كأس الكؤوس في الفترة المسائية، وأيضا انطلاقة نهاب هناك في بندقية سن الإذاعة يتواجد هذا الشعار، يتواجد أيضا شعار بن عويضان محمد بن سهيل بن عويضان العامري مقدما هذه الانطلاقة ومقدما هذه التحديات الكبيرة في عالم الأصايل، أحد عمالقة رياضة الهجن أيضا وعتاها. يتقدم بن عويضان ومقدما لنا هذه الانطلاقة، راس خالي ماي بالي، هذه الكلمات التي عرف بها بن عويضان مع انطلاقة هذا الموسم. بينما هنا الوصول من راي، يتقدم أيضا هناك مهير بن علي بن دري المنصوري يأتي ويتقدم أيضا في منافسات هذا الصباح وأول أشواط هذا اليوم. بينما الوصول من دانات، تتقدم دانات بشعار أيضا هناك سالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدم هذه الانطلاقة ويقدم هذا التحدي المثير بهذه الانطلاقات القوية وبهذه التحديات المثيرة. هناك أيضا يأتي بهذا الشعار الذي يعرف طريق السيوف جيدا، لعلها براق الأبرز هناك حينما انتزعت سيف الإمارات بميدان المرموم، ومبشر من انتزعت أغلى السيوف مع بن دري هو سيف جائزة زايد الكبرى. فلك التهاني يا أبو سايب أبو حمد على هذا الإنجاز الكبير. بينما الوصول هناك والدخول من بن صغان عبيد بن عتيق بن زيتون، ولكن خيرة مطر بن سعيد بن حضير من اكتبي يقدم لنا خيرة أيضا يأتي بشعاره الجميل. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، عشاق الأصايل محبي هذه الرياضة، جسر العبور، جسر العبور. ونعود أيضا إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى، الثلاثة كيلومترات بدأنا نقترب منها، الثلاثة كيلومترات تشكلت في خمس من الحول المحليات الأصايل. يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة الجميلة، يا سلام على هذا التحدي المثير. ترحيب ترحيب سعيد بن يابر بن عبد الله بدأ يغير على المركز الأول على الصدارة الأولى. بينما المركز الثاني هناك الوصول من طاعة، الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري يتقدم سفير الأصايل ليقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير للغاية على المركز الثاني. الله، المركز الثالث بن عويضان، بن عويضان يقدم لنا ضبعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع هناك أريام خليفة بن علي بن راشد النعيمي، بينما المركز الخامس وصل الطيف مبارك بن راشد بن الغميسة الشامسي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى
الأولى المتقدمة دانات على المركز السادس. وصل الشعار سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم لنا دانات، بينما المركز السابع راي مهير بن علي بن دري المنصوري، والوصول من منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وصلت خيرة يتقدم مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، والدخول الآخر من خلال شعار بن زيتون يقدم لنا بن صغان عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في انطلاقة هذا الصباح، في انطلاقة سن الدلل المحليات الأصايل. يا سلام يا سلام، هناك الانطلاقة، هناك التحدي، الاثنين كيلومترات تراحيب تراحيب. يتقدم أيضا هناك الشقي سعيد بن يابر بن عبد الله يقدم لنا أيضا انطلاقة تراحيب على المركز الأول، بينما ضبع في المركز الثاني محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا انطلاقة الضبع في ثاني المراكز. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، هذه طاعة، يتقدم الدكتور راشد بن حمد بن زفن العفاري مقدما لنا طاعة، أحد الأسماء العملاقة. وصل بالغميسة يقدم لنا طيف مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي يتقدم مع طيف على المركز الرابع، غيرت وخذت المركز الثالث، بينما المركز الخامس ريام خليفة بن علي بن راشد النعيمي يأتي هناك مشاهدين الأعزاء مع هذا الاسم. وصلت دانات، تقدمت دانات في هذه اللحظات ليقدمها سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يتقدم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي، بينما هناك منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري يقدم لنا منصورة، وهناك الوصول من راي مهير بن علي بن دري المنصوري. يا سلام على هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة. هنا بدأنا نتجه إلى الكيلو المثير، إلى الكيلو الخطير، إلى الكيلو المثير، كيلو الامتحان، كيلو الامتحان، كيلو الاختبار. هناك تراحيب على الصدارة، على المركز الأول، على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أيضا يتقدم سعيد بن يابر بن عبد الله يقدم لنا الشقي. هذه الانطلاقة، هذه الانطلاقة مع شعار محمدان بهذه الاندفاعة الأولى، بهذا التحدي المثير، شعار القفاي، شعار العديد من الأسماء. هناك أيضا يتقدم على المركز الأول، المركز الثاني ضبع محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث الوصول من طيب مبارك بن راشد بن الغميسة الشامسي. المركز الرابع الدخول القوي من منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري يقدم لنا هذه الانطلاقة، ولكن ند الشبا، ند الشبا أيضا تأتي بالسلامات وبالانتصار مع تراحيب. تراحيب سعيد بن يابر بن عبد الله يقدم لنا تراحيب، ما شاء الله على هذا الاندفاع القوي، التحدي المثير. هذه تراحيب تهانينا منذ هذه اللحظات، نزفها على ظهر تراحيب إلى الشقي سعيد بن يابر بن عبد الله، من يقدم مع هذه الانطلاقة الميتين متر الأخيرة، الميتين متر المثيرة. هنا مع تراحيب تهانينا والناموس لسعيد بن يابر بن عبد الله على هذا الفوز، فوز تراحيب بأول أشواط الدلل المحليات الأصايل. سلام يا الشقي، سلام على فوز تراحيب بهذا الشوط. المركز الثاني وصلت فيه أيضا منصورة حمد بن غانم سلطان الهديفي. المركز الثالث هناك الطيف مبارك بن راشد بن الغميس الشامسي. المركز الرابع هناك ضبع محمد بن سهيل بن عويضان. وخامس دانات، من وصلت في المركز الخامس، هناك يتقدم سالم بن حمد بن دري الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في انطلاقة هذا الصباح، أول أشواط هذا اليوم، بالحماس، بالقوة، بالإثارة، سن الكبار
في تحديات الكبار في انطلاقة الكبار. هنا ناتي مع سنة المحليات الأصايل، حيث أيضا هناك اللي هي فازت بالمركز الأول واستطاعت الفوز. ترحيب لسعيد بن يابر بن عبد الله، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذه لحظات الإعادة من الزميل والمخرج حسين السيد. 12 دقيقة مسافة 8 كيلومترات، 39.5 ثانية. تهانينا لابو حمدان سعيد بن يابر بن عبد الله على فوز ترحيب بالمركز الاول، بينما المركز الثاني وصلت فيه منصوره لحمد بغانه بسلطان الهديف الكواري، حيث قطعت المسافه 12.46.8 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث ضيف مبارك بن راشد بلغميس الشامسي ب 12.48.4 ثانية. هانينا والناموس نقلتنا الى المركز الرابع، حيث ظفرت فيه بالمركز الرابع هي ضبعه لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. هذه المركز الثالث ب 12 دقيقة 50 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. بينما اللي حلت في المركز الخامس دانات لسالم بن احمد بن دري الفلاحي، تهانينا لابو حمد، حيث قطعت المسافه 12 دقيقه لحظات الوصول 58.6 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال دانات بالمركز الخامس. كما نهني مالكي ترحيب سعيد بن يابر بن عبد الله بن محمد بفوز.